جاء الرجل فقير من أهل الصفة بقذح مملوءة عنابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديه له، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح وبدأ يأكل العنب، فأكل الأولى فتبسم ثم الثانية فتبسم، والرجل فقير يكاد ويطير فرحا بذلك، والصحابة ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم في دهشة، فقد اعتادوا أن يشركهم في كل شيء يهدى له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل حبة عنب ورأى حبة ويتبسم حتى أنهى القدح، والصحابة متعجبون، ففرح الفقير فرحا شديدا، ثم غادر المكان، ثم أسأله أحد من الصحابة: يا رسول الله، لماذا لم تشركنا معك هذه المرة؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد رأيتم فرحة هذا الرجل بهذا القدح، وإني عندما تذوقته وجدته مرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد رأيتم فرحة هذا الرجل بهذا القدح، وإني عندما تذوقته وجدته مرا، فخشيت إن أشركتكم معي أن يظهر أحد منكم شيئا يفسد على الرجل فرحته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.